ها البيض 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 والله شغال وياك. كفو 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 والله اخر الجواهر عاش والله والله انا فقدت الامل. السكار ومدري شوف اذا عنده الاسلحه دي كلها. يا اخي انا حبيبي في طبيعتي بحب احرق بحب احرق شاد واستمتع يا ابو انس. في ما فيش بحب احرق يا حبيبي. اوكي والله يا معلم شايف الحرق للويل بس على الاقل جيب له اياهم بعدين بال طيب صحيح عشان نوفر جواهر صح صح عشان نخلي له جيب له سكن الساموراي. كلهم مسكرين عنده وكلهم مسكرين عنده ولا شيء مفتوح. الام بي 40 لحظه نشوف الام بي 40 عنده موجود. الام بي 40 صح؟ لسه ايه موجود. لحظة باقي له سكن الاخير بس لحظة لحظة اول شيء نحرق. لحظة نشوف سكار حكيت شو نشوف يا احمد سكار. ما عنده ما عنده لا سكار ولا لا ما عنده ما عنده ولا شيء ما عنده ولا شيء. لا لا سكار الزهري قصدي والامور هذه عنده سكار الزهري دائم. لا مش دائم اربع ايام اربع ايام اربع ايام. طيب نشتري كم ناخذ له بطاقه تبع كم بطاقه ناخذ له؟ خمسه بطاقات يكفوا. لا 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 مش مكس مش خليه خمسه يكفي. اثنين يكفوا اثنين مرتين يغير اسمه بكفي بمل. يلا يا شباب ناخذ بطاقات الحاضنه. لحظه كم بطاقه عندنا؟ عندنا اثنين بطاقات بس تبع 80% والله استخدمهم. هذا خذ له سكن خذ له سكن الشاب وبعدين احسن هيك. لا سكن الشاب حقه تعرفي من الغباء انه تاخذي سكن الشاب تعرفي ليش؟ لانه هو حقه 299 جوهره يعني تاخذيه في التخفيض العادي 400 جوهره. اوكي عادي يلا ب 400 جوهره. اما الذكاء انك تاخذي شوفي هذه البطاقات هذه البطاقات لانه اذا استخدمتي هذا التخفيض شوفي تاخذيهم ماكس 800 جوهره بدل من بدل من 1200 جوهره. عرفتي كيف؟ 50 بطاقه ب 800 جوهره بس شفتي كيف هون الذكاء 50 ايه صح. رح نشتري له هذه البكجات كمان. لا سكار ما عنده وسكار لا هذه تبع سكار تبع سكار وهذه تبع هذه تبع الام بي 40 هذه تبع الام بي 40 لا مش هذه هي تبع الام بي 40 10 بس تقدر تشتري فيها 40. شوف استني شوف يا لا 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 72 احسن لانه رخاص هذا. في لسه شو اسمه كمان هذاك الثاني موقع الجهه الثانيه تبع ال شخصيه كشمر عنده توقع ما عنده صح نجيب له اياه ما عنده. يلا اشتري نجيب ماكس. هذه البكجات نجيبها ماكس. يلا اشتريناها. رخصه القلب نجيبها ويلي 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 ويلي, ويلي. وهذه البكجات نجيب له اياها سكن الساموراي ذاك اللي البطريق البطريق عنده نجلح نجيب له الباكجات تبع البطريق نشوف عنده البطريق. طيب يعني ما في داعي نجيب البطريق. طيب بطاقات اتوقع انتهينا من هذا انتهينا حرق الجيل الاول. اوكي بطاقات روم اتوقع مش مهمه نجيب الاشياء الاهم حاليا. بجات مش مهمه جاكور بطايق اسلحه تحت. ايوه بطايق تبع ماكينه الاسلحه ماكس وجاكور جاكوار عنده 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 حرام. ما عنده ما عنده حتى لو عنده جيبه كمان نجيبه كمان. لا لا يا شباب لا لا خلي خلي جواهر يا شباب عشان نجيب الهاي نجيب له شو اسمه الام بي 40 الكوبرا. ما ضل ما خلينا جواهر اصلا ما عاد يكفوا ما عاد يكفوا. لحظه شو لازم نشتري؟ يلا راح اشحله كمان مره. لحظه هاي الحفله والله هذا الديجل يا ويلي ما في شيء دائم ما في شيء دائم ما في شيء دائم. اوه اعطونا ما في شيء دائم ويلي 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 يلا الديجل ديجل ما في شيء دائم ما في شيء دائم ما في شيء دائم. ويلي كم يوم صار عنده؟ طيب تشوف عندنا هذا سكن هو جايبه مش فاتحه. طور هذا كم ما عندنا بطاقة عندنا شوف 90 96
ليفل 2 واو والله شيء رهيب لما بتتطور يا اخي الشعاع اللي بيطلع هيك شوف هاي ليفل 3 ليفل 4 للاسف لازم اجمل بس اهم شيء انه هو ضمنها بحسابه يعني بيقدر كل ما ينزل متجر تخفيضات يشتري شويه توكن كل ما عرفت كيف يعني اهم شيء انه هو ضمنها بحساب ضمن الام بي 40 بحسابه عشان بعدين ما تروح عليه شوف هاي له بيضه واحده والله تعال نجرب شباب بلكي يكون الحظ يصير والله انا كمان كان هيك علي 4000 جوهره لطلع لي اخر بيضه ايه البيضة الأخيرة صعبة يا قبل شوي أنا جبت 4000 جورة لوصلتني هذا البيضة الأخيرة يا ويلي أنا 1100 و200 وصلني 4 إيزياد بالأول وآخر واحدة خالص عفطوني شخص يا رجل مستحيل ها البيض والله شفنا له اياها كفو 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 والله اخر الجواهر عاش والله انا فقدت الامل ويلي 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 قلبي شوف ويلي 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 سكن الكوبرا لك عاش عاش سكن الكوبرا ها هلا بانس اي تمام تمام ويلي 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 كوبرا وين بي 14 كوبرا هذا شوف يا اخي فخامه سكن والله فخامه اي والله بس والله انا عجبني كثير عليه بس الشعر عجبني الصراحه الشعر عجبك السكن كله الشعر والرقصات تبعه بس شو كيف بيتلون هو واقف شوف والله كفو ايه علي لسه معك بالحقيبه الحقيبه فوت الحقيبه علي فوت الحقيبه شو هدول استلمهم كلهم اها فوق كبسة الابيض فوق كل بالنار يا بدل ما اعمل استلام عملت راحت علينا لوحة تزلج الاسطورية والله يلا عادي عادي المهم جبنا سكن تعال نشوف هون يا شباب في عنا هذا البوكس البوكس بعيد هذا كملوا كملوا ب 29 عادي والله اخذته في رابع لفة آه يا أخي صعب تعال نشوف الدايمون بلك نجيب له هذا السكن كم عندنا بطاقة 53 ما عنده أشياء كتير ما عنده هذا شكله ايه يا صار يحطوا رقصات كمان في مكينة الدايمون رويال ايه وين رقصات في الدايمون رويال هو باكج ذهبي يلا 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 ويلي 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 سكن والله ويلي ويلي سكن اوكي نايس خلص 20 بطاقة اترك له 20 بطاقة ولا نحاول بالك تطلع لنا ماجيك كيوب يا احمد ماجيك مفكر اسمه ايبك سعيد ولا شو اسمه تعال نشوف هذا السكن هدول السكنين مع بعض تصدق انه لسه ما جبتهم هدول السكنات يمكن انا والله انا من كتر ما بعرف شو جبت في حسابي وشو مش جايب ما بعرف طب ضربت عليهم انت اتذكر واحد والله ما بعرف واحد هذا شو اسمه ام 14 ولي 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 يلا قنبي صار فينا مثل سيد والله هذا سكن كمان نار لل كل التهانينا في العالم يعني تهانينا الا تهانينا تبع شركه جارينا دائما بتكون على القنبله ولا على قاعد الكلب ولا شو اسمه هذاك الراعي البقر الراعي طلع له هذاك من واحد 10 مرات سيء هذا سكن ايزي ايه او ماي جاد طبعاً فور ما عنده يعني ضعيف حسابه فور اخضر والله ها 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 اهم شيء ذاك الشوت جان منطلقه الشوت جان الملقلقين يا ذاك الشوت جان يا ويلي ذاك الشوت جان ما بيخلص تعال نحرق له الحاضنه يا شباب وصلنا للحظه الاسطوريه يا شباب حرق الحاضنه اي حاضنه نحرق له هذه احلى شباب هاي صح والله
صح. لا سكنات يقسم بالله هذا سكن ما حبه شباب. تحسوه بيصير اللاعب قصير هيك مع هذا السكن. والله ما بتحسوا هذا الشيء. تحس انه اللاعب بيصير هيك مربع ما بعرف كيف. هذا السكن مسوق السنه. يلا شباب اول خمس سبنات نقول يا رب نشوف حظه اسطوري او لا. اكيد حتى سبن الفاضي بيطلع لي فيه بطاقه. انا حبيبي انا علي عمر ملك حرق الحاضنات في السيرفر الشرق الاوسط شمال افريقيا ضروري. شوف شوف هاي هاي بدا الرزق يا شباب. شوفوا الرزق يا شباب شوفوا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. الله محمينا من عين ابو انس يا شباب امين. انا لسه ما حكيت لها هلق بدي احكي. خليك ساكت ابو انس. ابو انس والله لو ما تحكي احسن. عال لو حكيت ميوت. شفت ابو انس خليك ساكت ارجوك يا ابو انس خليك ساكت خليك مكانك خليك مكانك. شاهد يصمت. يلا جبنا اول قناع نحن بدنا نجيب له اغلى واحد بدنا ثلاثة اقنعة نزلوا اثنين. حلو حلو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نجيب. جبت الانفورو بنس لسه ما جبت. ويلي ويلي ابو انس بدأت تشتغل انا ابو انس ما شاء الله ما شاء الله. قال حلو قال حلو وراح ايه والله عن جد شفته اي جاكورو. جبت الانفور لما جبتها هي إذا ما شفت هاي جبتها معلم أنا ملك حرق الحضنات. مين حرق لك يا بونس؟ لا لا محمد أبونس يو رب لا أنا المستقصدين أقسم بالله. والله ما بص والله أنت المستقصدة. شوف 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 يا ويل يا واحدة دهبي واحدة دهبي. يا شباب باقي عندنا 18 بطاقة لازم نجيب قناعين يا شباب. 18 بطاقة لازم نجيب فيها قناعين. لا يا اخي الذهبية والله قرفتوني امها الذهبية هذه. هذول دول شوف شوف مرتين. لا حول الله. خلاص يا شباب والله ذهبيات خلاص قرينا بليز صار عندنا ذهبيات والله يعني يكفي. هو المهم في حظ. هو المهم في لا شوف 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 ابو انس شوف ابو انس يا شباب شوفوا بعد ما حكى ابو انس. اقسم بالله ابو انس كويس ان انت ما بتقعد جنبي لما بصور فيديوهات. كان ولا فيديو نجح معي في حياتي. كان ما صرت ملك حرق الحاضنات والله بستيربا. يا محمد كان توقفت عليها يخرب فنارها لو انها جايه يا زلمه ومصدقين انه ما بصير بلاي. اقسم بالله العظيم شوف شوفوا يا شباب لو يعطونا اقسم بالله ابو انس هذا سو راح يدور لي سبك طول عمره. يلا صوب عينك الله معلم. اول سلاح من ايش بيشكي؟ ما بيشتكي من اي شيء ما عنده اي اوجاع. هاي راح يعطونا قناع شوف. حبيبي لما ملك حرق الحاضنات بيحكي خلاص يا محمد. حبيبي انا بفهم على الحاضنه من النظره الاولى يا شباب. علي لف اخر ما ضل عندي في عندي اي والله علي بتعرف في اوكي في وحده والله لف كويس. لا ما راح تجي. لا والله حرام كان راح تجي. والله الاصلاح الثاني علي ممتاز اللي هو الزهري. شوف خاصياته بس ثلاثة لازم. بس لازم ثلاثة حتى الزهري لازم ثلاثة. بالله عليك اي والله يا الله حظه مخيصه. والله يا شباب بس الازرق. والله يا شباب راح ارجع اشحله جوار مرة ثانية. والله راح ارجع اشحله مرة ثانية. تخيل هلك ما يطلع. والله راح اشحله جوار مرة ثانية وراح اضل ورا هذا القناع يا شباب. لو بدي اصرف 10,000 جوهر اشحله 10,000 جوهر لاجيب له ابو هذا القناع. ثاني لا. 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 لا 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 راحوا 320 جوهر. ان شاء الله يعطونا بطاقات ان شاء الله يعطونا بطاقات. لا ولا بطاقه. لا استغفر الله العظيم. لا يا شباب كان ممكن يعطونا قناع. اعطونا بطاقه. يلا قناع يلا يلا يا ضريب ضرب يجرب. لا والله 5-5 احسن يا بنس. يلا لا يا حرام يا حرام استغفر الله العظيم ضيعنا 300 جوهر على دوليك. لا لا خرب الديارة هذول السيوف هذول ما
البطاقات هذا اسمه تكت 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 تعمل سكيب. هاي السيف الله يلعن شكله هذا السيف والله يلعن ابو اللي كان السبب الساعة الله يلعن شكلهم يا اخي اقسم بالله هذول تيكت لا كملت اللي فوق والله راح ارجع اشحله مرة ثانية ايز ايز يلا شباب يلا كملي الله يهديكي شوف شوف يا اخي الحظ الازرق شوف والله ابو انس ابو انس حكى فتى في الموضوع ابو انس والله ابو انس فتى في الموضوع يا شباب ولا 10000 جوهره بيطلع القناع ولا 10000 جوهره بيطلع لا هلا شوف راح يجي راح يجي هلا شوف يا ابو انس لا هلا عن جد هالمره مستحيل ابو انس هلا اعطي ميوت طيب انا راح اسكت راح اسكت ابو انس يا ويلي فتح الحظ خلاص اجت صفرة يا ابو شباب عن جد كأنه في عين في عين ايه والله في عين في عين بي عين اقول لك يا بس بي نعم الزرقاء الزفت هذول مربي شكريه المشكلة يا شباب انه انا حلفت اقسم بالله انا حلفت والله يا شباب شوفوا انا حلفت لانه حلفت بغباء يعني ما كنت مقتنع انه ابو انس عن جد شمطها عين فانا اسف يا شباب هل راح اصوم 3 ايام رمضان جاي رمضان جاي وراح اصوم 30 يوم يا شباب والله ابو انس يا شباب عينه لا تقهر بصراحه